السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم استاذ بدر حمزة، مدرس مادة الجغرافيا السياسية. اتفقت معاكم من كام يوم ان احنا باذن الله يكون عندنا مفاجآت كتيرة جاية لطلاب المنصة وايضا طلاب اليوتيوب، وده دلوقتي موعدنا مع اول مفاجأة لطلاب اليوتيوب باذن الله، الا وهي حل امتحان تراكمي على الوحدة الاولى والتانية والتالتة من منهج الجغرافيا السياسية. طبعا انت اكتر حاجة محتاجها الفترة دي هي حل الاسئلة، لان ده اللي انت هتخش تشوفه قدامك في الامتحان، وباذن الله ربنا يقدرني والفترة اللي جاية اقدر ان انا انزل لكم فيديوهات كتيرة من دي، اقدر ان انا احل معاكم اكبر قدر من الاسئلة باذن الله. وما تقلقش، طول ما انا موجود باذن الله هتضمن ال 40 درجة. الامتحان بتاعنا النهاردة باذن الله هيكون بيخص الوحدة الاولى والتانية والتالتة، والاغلبية شوية هيبقى من الوحدة التالتة يعني. فركز معايا الله يكرمك، لان ده امتحان مهم جدا جدا جدا، وممكن اسئلة فيه تلاقيها قدامك في الامتحان. تعالوا كده سريعا مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه، ولكن قبل ما ادخل بس في الامتحان فكرتني عايز اقولك على حاجة. مبدئيا لغاية دلوقتي احنا بنتعامل على ورقة الامتحان بتاعة 2023، فاي حد يجي يقولك ده اغلبية الامتحان مش عارف هيبقى بالسؤال ده، او مش عارف ده الاختياري هيبقى اكتر او المقال هيبقى اكتر، ما تصدقوش. اتعامل على اساس ورقة الامتحان اللي جات لبتوع 2023، واللي كان فيها امتحان الحمد لله سهل جدا جدا، الاختياري بتاعه معظمه كله اي نعم جه ما بين السطور ولكن واضح، يعني هو معتمد على المذاكرة بتاعتك، مش هيجيب لك فكرة مختلفة او فكرة اوسع من دماغك بمعنى اصح، لا هو جايبها من بين السطور بس من الكلام اللي عندك في كتاب المدرسة وفي اي كتاب بتذاكر منه، مثلا ما جابهاش من نواتج تعلم او الكلام ده كله. فبالتالي احنا بنتعامل على ورقة الامتحان بتاعت 2023، وعلى اساسها هنحل اسئله، وعلى اساسها طبعا بنذاكر وبنعرف الدنيا رايحه فين وجايه منين. طبعا اتكلمنا قبل كده كتير في حته ان احنا ازاي نحل بما تفسر وما النتائج، اتفقنا ان بما تفسر بنحط بسبب او لان، وما النتائج ادى ذلك الى، ما العلاقه حيث، ودلل برضو بنحط حيث، واتفقنا ان راس السؤال او القطعه اللي ببدا بيها السؤال دي بتكون مهمه جدا 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 لحضرتك علشان هي ممكن تنقص من درجاتك. كمان اتكلمنا قبل كده عن نظام اختياري وازاي بنحل والكلام ده كله، وقلنا افكار كتير، والحمد لله بنحاول برضو ان احنا ننزل افكار اكتر عشان باذن الله لما تخش قدام ورقه الامتحان ما تلاقيش اي حاجة بتفاجئك. ولكن تعالى ركز معايا في الامتحان ده ونشوف الدنيا رايحة فين وجاية منين، وباذن الله انت هتلاقي البي دي اف دوت متوفر عندك تحت في الديسكريبشن وفي الكومنتات علشان تقدر تحفظه في اي وقت. هو عبارة عن سين وجيم، احنا هنشوف السين مع بعض هشرحه، وبعد كده هيظهر قدام حضرتك برضو الجيم وهقولك الاجابة دي جات ازاي او منين، علشان برضو نكون بنحل فكرة مش مجرد سؤال هيجيلي اسطمبة واحدة. ركز معايا ويلا بينا نبدأ مع بعضين. بسم الله. مبدئيا اول سؤال طبعا هو سؤال بما تفسر. اول سؤال خلينا ناخد السين الاول كده من الجزئية دي، وبعد كده نجيب الجيم او ايا كان الموضوع نظهر الاتنين، كده كده احنا هنشرح مش بس هنحل. انا فاتح البث دوت او فاتح الفيديو دوت علشان افهمك افكار الاسئلة وبتجيلك منين وازاي ان انت تقدر تحلها. طبعا زي ما اتفقنا ان سؤال بما تفسر بيتحل بكلمة بسبب. واول سؤال عندي هو بيقول بما تفسر اهمية التنوع المناخي بالنسبة للدول، يعني بمعنى اصح هو دلوقتي لو دولة عندها تنوع مناخي او دولة عندها المناخ بتاعها معتدل ومتنوع مش متطرف، لو تفتكر لما كنا بنشرح ان انواع المناخ ثلاث انواع، مناخ متطرف ومناخ معتدل ومناخ اللي هو بمعنى اصح ايه؟ متنوع، عنده من ده على ده، واتفقنا ان افضل نوع هو النوع المتنوع. فانا دلوقتي لو جالي وقال لي ما هي اهمية التنوع المناخي، تعال بس نظبط الحاجات دي، ما هي اهمية التنوع المناخي بالنسبة للدول، الاجابة بتاعتي هتكون عاملة ازاي؟ اول حاجة طبعا زي ما اتفقنا هنحط لانه او لان او بسبب. طب يا عم التنوع المناخي انت مهم ليه؟ او ايه اهميتك لما تبقى عند الدول؟ قال لي لانه يسهم في الاقتراب من درجة الايه؟ الاكتفاء الذاتي. برافو عليك، لان انا دلوقتي لو عندي تنوع مناخي هيبقى عندي اكتفاء ذاتي. طب ازاي يا مستر؟ لان حضرتك هتزرع منتجات متنوعة، لان حضرتك هيكون عندك زراعة متنوعة بمعنى اصح، لان المناخ تنوع، بدأ ان الموضوع يكون في صيف خريف ربيع شتاء، فبالتالي انت هتزرع محاصيل كتير. حيث طبعا زي ما اتفقنا ولسه زي ما احنا قايلين ان الانتاج او التنوع بيساعد في تنوع الانتاج الزراعي الذي يعمل على تنوع الانشطه الاقتصاديه مما يساعد على التكامل بين اقاليم الدوله وتعزيز الوحده الوطنيه. يعني حضرتك علشان عندي تنوع مناخي كل ده يبقى عندي مستر؟ اه طبعا. اول حاجه هينوع لك الانتاج الزراعي، ثاني حاجه هينوع لك الانشطه الاقتصاديه، وده هيساعدك
على التكامل بين الاقاليم في الدوله، يعني كل اقليم بيكمل التاني، كل محافظه بتكمل التانيه. يعني مثلا محافظات الوادي والدلتا بتكمل محافظات القاهره والمحافظات اللي ما فيهاش زراعه بالمنتجات الزراعيه، وعلى هذا المنوال. وده طبعا هيعزز لك الوحده الوطنيه. طب يعني ايه يا مستر يعزز لي الوحده الوطنيه، او ازاي ممكن التنوع المناخي يعزز لي وحدتي الوطنيه؟ طبعا لان هو هيخلي الناس تتعامل مع بعض، وهيخلي الناس عندها اللي هو ايه، حب ان انا استخدم المنتج بتاعي والمنتج بتاع بلدي، فده هيعزز عندي الروح او الوحده الوطنيه. بنيجي لتاني سؤال عندي، وهو بيقول بما تفسر انهار حلف وارسو. هو حلف وارسو انهار ليه؟ ايه اللي خلى حلف وارسو ينهار؟ فاكرين قلنا ايه؟ تعال نقول لك ونفكرك. طبعا اول حاجه هحط جمله بسبب، وهنبدا ان احنا نجاوب. الله يكرمك، حتى لو هتجاوب بطريقتك جاوب في السياق، لو هتهبد انا بقول لك اهو اهبد في السياق، حاول بقدر امكانك يكون عندك صياعه الهبد. انا بهبد بس انا عارف ان انا في المنطقه الصح، على الاقل هجيب الدرجه، تمام؟ فطبعا سؤال زي ده هيكون الاجابه بتاعته يا شباب بسبب التداعيات الذي بدات منذ 1985. خد بالك انهيار حلف وارسو زي ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده ما انهارش في يوم وليله، هو انهار تدريجيا. فاول شق عندي في الاجابه هقول له بسبب التداعيات، يعني البدايات والحاجات اللي حصلت من اول عام 1985. ايه اللي حصل بقى؟ ابدا اكتب له، ابدا ابين له ان انا فاهم، ما اقولوش بسبب التداعيات واسكت، ما اقولوش بسبب التداعيات وشكرا سلام عليكم، انا الله ده انا واد جامد قوي، ده انا كتبت الاجابه في نص سطر. لا انت واد هتشيل، الله يعني انت كده واد هتشيل مش واد جامد، تمام؟ فخلي بالك الله يكرمك، لان كتر الاجابه حلو، كتر الاجابه وكتر ان انت تكتب سطور كتير ده بيبقى كويس ليك انت. فهنقول بسبب التداعيات التي بدات عام 1985، حيث مين اللي تولى بقى؟ جورباتشوف حكم الاتحاد السوفيتي، وحاول في ايه؟ في ايجاد نظام متطور. هو جورباتشوف مسك الاتحاد السوفيتي؟ اه طبعا احنا اتفقنا، لما جورباتشوف مسك الاتحاد السوفيتي قال لهم بقول لكم ايه، سلام عليكم كده، انا كل اللي انتوا عاملينه العك ده مش عاجبني، انا هغير كل ده. هتعمل ايه؟ هحاول ايجاد نظام جديد ومتطور، ولكنه فشل. فبعد ما فشل ظهرت النزعة الانفصالية بين الجمهوريات السوفيتية، وتم هدم سور برلين واستقلال الجمهوريات السوفيتية، وده أدى إلى إعلان روسيا عن حل الحلف رسميا. فأنا كده قلت لك إن هو بسبب التداعيات، وقلت لك التداعيات اللي حصلت من تولي جورباتشوف إلى إن الجمهوريات السوفيتية بدأت تكون عايزة تستقل، إلى إن روسيا خلاص قالت خلاص الحلف ملوش أي 60 لازمة، يلا نحل الحلف رسميا. وده كان بالنسبة لي السؤال التاني. ونيجي الرقم 3، وهو النزاع على الانهار الدوليه. هو انا ليه ممكن يكون عندي نزاع على نهر دولي؟ انا ليه ممكن اتخانق على الانهار الدوليه؟ ايه اللي يخليني كده اجي انا وانت كده نمسك في بعض وندب بعض بنيات على الانهار الدوليه؟ اتفقنا ان في ايه، لا الحركه دي غلط، ماشي، اتفقنا ان في اربع حقوق، اربع حقوق كده اهو كده عادي ماشي الدنيا كده متحبس احنا، تمام؟ اتفقنا ان في اربع حقوق هم السبب في مشكله الانهار الدوليه. ايه هم الحقوق؟ اول حاجه حق الملاحه، ان كل دوله حق ان هي تبحر في النهر او تمشي السفن بتاعتها فيها، فبيحصل مشاكل، اشمعنى انت تمشي هنا وانا امشي هنا وانت تمشي هنا، فبالتالي تبدا المشاكل. تاني حق، حق اقتسام مياه النهر، ان انا في كل دوله عندها ان هي حق في اقتسام مياه النهر، او ان هي تقسم النهر بينها وبين اللي قدامها. تالت حق، حق صيد الاسماك، كله للحق ان هو يصطاد. رابع حق، حق توليد الكهرباء، وبكده تكون خدت درجه كامله في سؤال زي ده لو جالك بالشكل ده. ونيجي لرقم 4 او السؤال الرابع. تعرف الدوله الوحدويه باسم الدوله المركزيه، ليه؟ ليه ممكن اقول او ليه بقول على الدول الوحدويه او النوع بتاع الدوله الوحدويه انها مركزيه؟ طبعا لان بها مجلس نيابي واحد وحكومه مركزيه واحده بتسيطر على ايه؟ جميع السلطات المحليه، فبالتالي دي دوله المركز، دي نقطه المركز، دي اللي بيتحرك من خلالها كل امور الدوله. السؤال الخامس بيقول بما تفسر حدوث مشكلات المياه بين بعض الدول؟ ليه مشكلات الميه بتحصل بين بعض الدول؟ خد بالك اللي فوق كان بيقول النزاع على الانهار الدوليه، هنا بيقول لك ليه بتحصل مشكلات بين بعض الدول؟ طبعا بسبب تحديد المياه الاقليميه والدوليه بين الدول على البحار والمحيطات، لان انت اول ما بتيجي دلوقتي تحدد المياه الاقليميه بين الدول او تعمل الحدود ما بين الدول بتظهر المشكلات. وكمان عند الحاجه للاستفاده من النهر الدولي وتقسيمه بين الدول التي تشترك فيه، اللي هو النزاع على الانهار اللي احنا لسه قايلينها فوق، ده بالنسبه ليه ممكن تحصل اي مشكله بين الدول على الميه.
رقم 5 بيقول لي تعد القوة العسكرية من عناصر قوة الدولة. طبعا الكلام صح لان هو بيقول لي بيها تفسر. فبالتالي ليه ممكن تكون القوة العسكرية من ضمن عناصر قوة الدولة؟ اشمعنى؟ هرد اقول له لانها الاساس لتحقيق الامن القومي للدولة وحماية الموارد والحدود الجغرافية. ما انت دلوقتي لما يكون عندك قوة عسكرية فانت عندك عمود الاساس اللي هيحمي لك الحدود بتاعتك والمقومات بتاعتك، وكمان هيحمي لك الامن القومي لدولتك، ان انت هتخلي دولتك في امن وامان. فبالتالي طبعا ضروري جدا جدا ان يكون عندك جيش في الدوله. ونيجي للسؤال الثاني وهو ما النتائج المترتبه على اول سؤال، او هو سؤال واحد في ما النتائج حصار الاتحاد السوفيتي لبرلين عام 1948. لما الاتحاد السوفيتي حاصر برلين عام 1948 ايه اللي حصل؟ طبعا ادى ذلك الى تبلور او ظهور فكرة انشاء حلف الشمال الاطلسي او ما يعرف بحلف الناتو لحماية دول غرب اوروبا. احنا اتفقنا لما الاتحاد السوفيتي حاصر برلين واشتد الحصار قوي 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 عليها، كل دول اوروبا تك 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 الركب بتخبص في بعضيها، لا لازم كده ناخد خطوة قدام الناس دي، الناس دي مش هتسمي علينا. فبدأت تظهر فكرة ايه؟ تبلور فكرة انشاء حلف اسمه الشمال الاطلسي او الاطلنطي او ما يعرف بحلف الناتو لمواجهة او لحماية دول غرب اوروبا. وخد لي بالك من خلال السؤال ده ممكن اطلع لك سؤال تاني بما تفسر، واقول لك بما تفسر تبلور فكرة انشاء حلف وارسو، او بما عفوا انشاء حلف الشمال الاطلسي الناتو، بما تفسر انشاء فكرة انشاء حلف الشمال الاطلسي الناتو، هترد تقول له ايه؟ لحماية دول غرب اوروبا من خطر الاتحاد السوفيتي. ونيجي للسؤال الثالث عندنا في الامتحان، وهو دلل على صحة او خطأ العبارة او العبارات الاتيه يعني بمعنى اصح. طبعا هنشوف اول حاجه العباره صح ولا خطا، وبعد كده هنبدا ندلل على الكلام ده او نثبت صحه الكلام بتاعنا. اول سؤال بيقول للجغرافيا السياسيه دور مهم في اقتراح حلول المشكلات السياسيه. للجغرافيا السياسيه دور مهم في اقتراح حلول المشكلات. طبعا الكلام ده صح ورسمي، خدناه من اول الدرس التمهيدي. العباره صحيحه حيث ايه؟ او هقول ايه؟ او هثبت كلام ازاي؟ هقول له مثلا حيث ظهور دور الجغرافيين في رسم الحدود السياسية الحديثة في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى. اهو ادي اقتراح حل للمشكلات السياسية، ان دور الجغرافيين ظهر في ان هم يرسموا حدود سياسية في اوروبا، وكمان الدفاع عن حق مصر في قضية طابة، ان هم دفعوا عن حق مصر واقترحوا حلول ليها في قضية طابة. فبالتالي دول دليلين ان بالفعل الجغرافيا السياسية ليها تدخل في حل المشكلات السياسية. تاني سؤال بيقول تقتصر، وركز قوي في الكلام اللي هو يقول لك ايه تقتصر، بيسيء عليك خلي في بالك، وظائف الحدود السياسية على الفصل ما بين الدول. لا طبعا، ده احنا عندنا كذا وظيفة، عندنا تعدد في الوظائف. فبالتالي الاجابة بتاعتي هنا هتكون ايه؟ العبارة خطأ. طب دليلك؟ هقول له حيث ان وظائف الحدود السياسية تتعدد، فهي تشمل فصل ما بين الدول وحماية وأمن وحماية اقتصادية ووظيفة سياسية وقانونية كمان للحد، كل ده بتشمله وظائف الحدود السياسية، فهي ما بتقتصرش على حاجة واحدة ولا حاجة ولا الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب يجي برضو سؤال بيقول لي هل توجد علاقة بين أزمة الطاقة والعلاقات الدولية؟ طبعا العبارة صحيحة زي ما احنا قلنا قبل كده، ان في علاقة كبيرة جدا ووطيدة ما بين وطيدة ايه؟ وطيدة دي ثابتة يعني او متثبتة يعني، ما بين العلاقة ما بين أزمة الطاقة وما بين العلاقات الدولية. طبعا أزمة الطاقة زي ما احنا اتفقنا هي في المقام الاول أزمة ايه؟ أزمة بترول. وزي ما قلنا برضو ان أزمة البترول هي مهمة جدا عشان ظهرت في اثارها في العلاقات الدولية في مجالين مهمين جدا جدا، مجال العلاقة الدولية اللي ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبالتالي برضو مجال العلاقة الدولية ما بين الدول المتقدمة وبعضها. فبالتالي كده في علاقة بين أزمة الطاقة ولا لا؟ طبعا ده أزمة الطاقة خلت ناس مش طايقة بعضيها تحط ايديها في ايدين بعض، خلت اللي ما يتسموش يحطوا ايديهم في ايدين اخواتنا العرب اللي برضو ما اللي هنقول عليهم ما يتسموش، عشان بس أزمة الطاقة عشان البترول. فبالتالي هي ليها علاقة كبيرة جدا جدا وليهم علاقة كبيرة جدا جدا ببعض. وطبعا زي ما قلنا برضو قبل كده ان الصراع العالمي على البترول والغاز الطبيعي وراء كثير جدا من الازمات اللي موجودة بالذات في الشرق الاوسط. نيجي بقى لسؤال رقم 4 وهو دلل انضمام مصر لكوميسا مكاسب سياسية ومعرفية. والحتة دي صايعة جدا وسؤال صايع خلي بالكم، لان هو لما قال لي كلمة مكاسب سياسية ومعرفية هو مش عايز التمن حاجات بتوع الفوائد اللي عادت على مصر لما انضمت للكوميسا، لا هو عايز الحاجتين بس او التلات حاجات بس اللي هما سياسي ومعرفي. تعال اقولهم لك.
اول حاجه الانخراط في مجتمع شرق وجنوب افريقيا مما يتيح الفرصه لمصر للالمام بشؤون القاره الافريقيه والمساهمه في وضع الخطط التنمويه. خد بالك، خد بالك ان السبب المعرفي والسياسي او الميزه المعرفيه والسياسيه مختلفه عن الثمانيه التانيين. اول حاجه فيهم ان مصر دخلت في مجتمع شرق وجنوب افريقيا، وده خلى لمصر ايه؟ اتاحت الفرصه ان هي تلم بشؤون القاره وتعرف عنها كل حاجه. كمان اقامه نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الاعضاء، فبالتالي ده مكسب معرفي، ان انا دلوقتي بقى عندي تكنولوجيا اكتر، ليه؟ تبادلت معاهم المعلومات، واللي فوق مكسب سياسي عشان انا دخلت مع الدول وعرفت النظم بتاعتهم والتفكير بتاعهم والكلام ده كله. وده كان بالنسبه لي سؤال دلل. ونيجي للسؤال الرابع وهو اكتب ما تشير اليه العباره، هو كان نقطه برضو. طبعا الخطوط ترسم على الخريطة تحدد الرقعة الأرضية التي تمارس عليها الدولة سيادتها وتنتهي عندها سيادة الدولة الأخرى يعني، وتبدأ سيادة الدولة تانية، طبعا هي الحدود السياسية. ونيجي لسؤال الخريطة، ما حرمتكوش من حاجة في الامتحان ده، تمام؟ بص يا شباب، عشان الخريطة دي عاملة ظهر الناس كتير قوي والله العظيم. أسهل سؤال في الامتحان سؤال الخريطة، والله العظيم تلاتة أسهل سؤال في الامتحان سؤال الخريطة. أنا عايزك كده تفكر، دماغك تاخدك وتوديك كده لكتاب الامتحان وتجرب تحل خرايط. هتعرف ان انت في نعمه، هتعرف ان انت رخم انك مش عايز تقوم تحفظ مجرد دول. جبت لكم برنامج، عملت لكم ملزمه على المنصه، عملت لكم كل حاجه في الخريطه، انت برضه مصممش ما تحفظ. ما بعرفش احل خريطه، ما بعرفش ليه، ما بحاولش، ما بحاولش، وانا عارف اعمل لكم كميه خرائط صماء في المنصه عشان تمسكها كده تقعد انت وانت وهي بالليل مع نفسكم كده تقعد تحل بقى تحفظ لي. اصل انت بص هتقفل، يعني هتقفل ال 40 درجه دول مش هتنزل، انا شخصيا مش هتنزل عنهم. لو انت مسامح فيهم انا مش مسامحك، عشان تبقى عامل حسابك يعني. تعال بس نكبر الشاشه شويه بس كده. الخريطه اللي قدام حضرتك دي دلوقتي خريطه عالم، هنكتب ما تدل عليه او تشير عليه العبارات الاتيه. اول حاجه سؤال بيقول لي حاليا هي دوله من دول حلف ايه، او رقم واحد دي حاليا من دول انهي حلف، ورس ولا شمال اطلسي ولا الكلام ده كله. طبعا رقم واحد في الجزئيه دي، رقم واحد فين؟ في الجزئية دي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ فبالتالي هو بيقول لي هي دولة من حلف ايه؟ طبعا شمال أطلسي الناتو، أو منضمة لحلف شمال أطلسي الناتو. تاني نقطة بيقول لي عندي دولة اتحادية مركزية، دولة اتحادية مركزية يعني متحدة ومركزية. مين اللي هي في الجزئية دي؟ طبعا اللي هي دولة ايه؟ اللي هي دولة البرازيل. رقم 3 بيقول لي حد سياسي بحري عند بحيرة ايه؟ يعني البحيرة اللي في رقم 3 اللي هي في الجزئية دي في افريقيا، بحيرة ايه؟ تمام، فيكتوريا. 4 المحيط اللي هو في الجزئية دي، طبعا ده المحيط الاطلنطي. لا 5 مش عايزينه دلوقتي، عايزين 4 بس، تمام؟ طبعا 5 مضيق جبل طارق اللي هو في الجزئية اللي عند حضرتك دي اللي ما بين المغرب وما بين اسبانيا، و6 طبعا من دول الكوبيسا هي دولة سويسلندا اللي موجودة في الجزئية دي. هو يبان ان هو مشاور شوية على جنوب افريقيا، ولكن دي سويسلندا، عشان تركز عشان دولة سويسلندا دي مهمة جدا جدا جدا. ومن دول مين؟ من دول الكوميسا. خد بالك ان انت لازم تحفظ دول الكوميسا دول صم، اهم خريطة ما انا خريطة افريقيا، خليها في بالك، تمام؟ اصح عايز اقول لكم على حاجه، البرنامج اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده تعرب، انا قلت لكم في الفيديو ان هو لسه انجليزي لما بتطلبه، لكن هو اصبح عربي. تعالى اوريكم يعني لما مش عارف انتوا كلكم سمعتوا الفيديو بتاع البرنامج ولا لا، ولكن لما انا كنت بشرح لكم كنت بوريكم الجزئيه دي وبقول لكم ان لو انت دخلت على هنا ودوست على حرف التي دوت، تمام، بيظهر لك ايه؟ الكلام بالانجليزي. لا الكلام اصبح عربي اهو، الكلام بقى ايه؟ بقى بالعربي، يعني مالكش حجه، تمام، مالكش حجه ان انت تذاكر او ان انت تحفظ الخريطه يا اخويا، تمام. وده كان بالنسبه لسؤال الخرايط. ونيجي للسؤال السادس وهو قارن ما بين، ونرجع نقرب الشاشه تاني. بيقول لي قارن ما بين الجغرافيا السياسيه والجيوبوليتيك. مبدئيا الجغرافيا السياسيه زي ما احنا اتفقنا هي تدرس الكيان القائم للدوله كما هو بالفعل او كيان ثابت ما بيتحركش. اما جيوبوليتيك بترسم تصور لما يجب ان تكون عليه الدوله طبعا، وبتقول لك ان الدوله دي معلم كائن حي ومرن نقدر ان احنا نتوقع له الافضل ونرسم له مستقبل مبهر بمعنى اصح. طيب السؤال ده مهم جدا بقى جدا 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 للصبح. قارن ما بين الحدود الفرنسيه الالمانيه والحدود الفرنسيه الاسبانيه. والسؤال ده تاني بقول اهو مهم. مبدئيا الحدود الفرنسيه الالمانيه والاسبانيه الاثنين بيسيروا مع حدود طبيعيه، يعني مفيش فرق، ده الايه؟ ده وجه الشبه ما بينهم. يبقى تكتب جنب الجزئيه دي كده وجه الشبه، ان الاثنين بيسيروا مع حدود طبيعيه. طب وجه الاختلاف، حدود نهرية أو نهرية بين الحدود الفرنسية والألمانية تتمثل في خط العمق الملاحي على طول نهر الراين. يبقى الحدود اللي ما بين فرنسا وألمانيا حدود إيه؟ نهرية. نهر مين؟
على نهر الراين. طب اللي ما بين فرنسا واسبانيا حدود جبليه تتمثل في جبال برونز، يبقى اتفقنا الحدود اللي ما بين المانيا وفرنسا نهريه على نهر الراين. طب اللي ما بين فرنسا واسبانيا جبليه على جبال او جبل البرونز. طيب رقم 3 في قارن، قال لي قارن بين دول الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون ودول الخليج العربي، اللي هو اقولهم بمعنى اصح او اتكلم عنهم بمعنى اصح. دول الاتحاد الاوروبي اتفقنا ان هي بتتسم بتعدد الثقافات وان زاد التنوع واللغات بشكل كبير ما بينهم، وبالرغم من ذلك وبالرغم من انهم عندهم لغات كتير جدا جدا الا انهم بيسود عندهم اللغه الانجليزيه. الدين الرئيسي ليهم طبعا الدين المسيحي كما يوجد هناك الاسلام، ولكن دول مجلس التعاون العربي والخصائص بتاعتهم طبعا تتمتع بخصائص مشتركه، الديانه الاسلاميه واللغه العربيه والجوار والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد. هي دي المقارنه ما بين خصائص دول الاتحاد الاوروبي وخصائص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ونيجي لسؤال تاني عامل رعب لبعض الناس، وهو سؤال ما العلاقه بين، والله يكرمك ما العلاقه بين، انا مش رخم بس انا هقول لك ان هو اسهل من ما تفسر وما النتائج. تخيل تخيل يا مؤمن ان ما العلاقه اسهل من ما تفسر وما النتائج، لان انت بتربط حاجه بحاجه، انت بتشرح. يعني انا جيت لك في حتتك، جيت لك في الحته اللي انت بتحب تهبد فيها، اهبد بقى، ده سؤال الهبد، اهبد لي في السياق. فيجي مثلا سؤال يقول لي ما العلاقه بين الحجم السكاني والتكتلات الاقتصاديه، افتكر لي شرح الحجم السكاني وافتكر لي شرح التكتلات الاقتصاديه، ايه العلاقه بين ده وده؟ ايه اللي خلى اجيب كلمه الحجم السكاني مع التكتلات في جمله مفيده؟ هقول له حيث ان الحجم السكاني المناسب يعني ضمان سوق بين دول التكتل تشجع على قيام الانشطه الاقتصاديه. مش احنا اتفقنا يا ابني؟ يا ابني يا ابن الله يكرمك، احنا اتفقنا ان الحجم السكاني لما يبقى كبير، لما دول التكتل تشوف دولة عندها حجم سكاني كبير بياخدوها بالحضن، تعالي تعالي معانا ليه؟ علشان انت هيكون عندك حجم سكاني مناسب وتضمني لي سوق بين دول التكتل تتسوق فيه المنتجات والناس تبيع وتشتري بشكل كبير. كمان يعني وجود حجم من العمالة يكون قادر على استثمار موارد التكتل. ما انت ما تروحش تخش تكتل اقتصادي وتقول انا دخلت معاك التكتل بس انا ما عنديش سكان. طب مين يا عم اللي هيستغل الموارد دي؟ ما انا محتاج السكان دول، ركز. نيجي لتاني سؤال، ما العلاقه بين العمليه الانتخابيه والجغرافيا السياسيه؟ دي سهله دي. طبعا زي ما اتفقنا ان العمليه الانتخابيه ليها جوانب جغرافيه كتيره جدا جدا. طب ايه هي بقى الجوانب؟ ما تقولوش ليها جوانب جغرافيه وتسكت، تبتدي تقول له حيث تدرس الجغرافيا السياسيه، عدد سكان الدوائر الانتخابيه والخصائص، استخدامات الارض داخل الدوائر الانتخابيه، التباين او الاختلاف المكاني والجغرافي في التصويت وانماطه واسباب، وتبدا تشرح، تبدا تعرف وتكتب اللي انت عارفه علشان تبان انك فاهم، وباذن الله تاخد الدرجه كامله. ونيجي للسؤال الثامن، وهو ما المقصود؟ ما المقصود بالشكل المحتوى للدوله، او ما تعرف بالدوله الايه؟ الجيبيه. طبعا هي الدول التي تقع داخل حدود دوله اخرى ولا يمكن الوصول اليها الا بالمرور في اراضي واجواء الدول المتوقه بها او المحوطه بها. الاحلاف العسكريه طبعا اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعه من الدول بان تتعاون فيما بينهما في مجال الاستخدام المشترك للقدرات العسكريه. يعني بمعنى اصح حضرتك بتعمل تعاهد او معاهده مع دوله تانية، او بتتفقوا ان انتوا مع بعض في حاله السلم والحرب، لو هنحارب عدتي على عدتك ويلا نطلع نحط على اي حد يا معلم. وده بالنسبه للحلف العسكري. ونيجي بقى لسؤال الاختياري. والله انا كنت عايز اسيب الاختيار مش محلول، بس انا عشان البي دي اف ينزل وتحفظوه. مبدئيا بمقتضى معاهدة نقط تحولت السوق الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي. بمقتضى معاهدة، المعاهدة اللي اتمضت وأول ما اتمضت اتحول التكتل الأوروبي اللي كان اسمه السوق الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبي أو التكتل الاقتصادي بتاع الاتحاد الأوروبي، طبعا معاهدة ماستريخت. من الدول التي يغلب عليها الطابع الجبلي طبعا دولة اليابان في وسط الدول دي. يعني يا ابني بقى تمام. الأقليات الروسية من نماذج طبعا الأقليات القومية. تعد المياه نقط جزء من اراضي الدوله، انهي ميه اللي جزء من ارض الدوله؟ طبعا الميه الداخليه. يعتبر اقليم البحيرات الخمسه العظمى بين كندا والولايات المتحده الامريكيه منطقه قلب ذات اهميه ايه؟ طبعا الخمسه العظمى ده اشهر حاجه، يعني منطقه قلب ذات اهميه اقتصاديه. تعد الجهاز او يعد الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي حيث تشرف على ميزانيه الاتحاد. مين هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي؟ طبعا المفوضيه الاوروبيه هي اللي بتنزل تنفذ القرارات والحاجات دي كلها. طيب تنميه التعاون الاجتماعي، السؤال ده مهم جدا جدا جدا. حط لي تحت كده، بص انا على ايه ده دلوقتي اهو، دايره معفنه بس ماشي. نعمل كمان دايره باللون الاحمر، يلا نعمل دايره باللون الاحمر. تمام، نرجع تاني للاخضر بقى. بيقول لي تنميه التعاون الاجتماعي بين الدول الاعضاء، تنميه التعاون الاجتماعي، اجتماعيا بنتعاون في الدول الاعضاء.
ده من اهداف الاحلاف العسكريه، من اهداف طبعا الاحلاف العسكريه ان يكون في تعاون اجتماعي بيني وبينك، ما احنا مش هنحل المشاكل بعد كده بيننا وبين بعض الا بالاجتماعيه. يمكن تطبيق هذا الهدف على حلف الناتو من خلال ايه؟ حلف الناتو عمل ايه اجتماعيا اقدر اطبق عليه الكلام ده؟ ناس كتير جدا في السؤال ده وقعت واختارت رقم 1 واختارت رقم 3 واختارت رقم 2 ومحدش اختار رقم 4. طيب انا ليه اخترت اغاثة المتضررين من اعصار كاترينا الذي اجتاح الولايات المتحدة الامريكية؟ لان هو دلوقتي بيقول تنمية التعاون الاجتماعي بين الدول الاعضاء، امسح دي كده، الدول الاعضاء الاعضاء، وقال لك حلف الناتو. فما ينفعش اجيب حاجة حلف الناتو ساهم بيها او ساعدها بره دول الاعضاء. فعشان كلمة الدول الاعضاء اخترت الولايات المتحدة الامريكية لان هي اللي عضو في حلف الناتو وهي اللي ساعدوها في اعصار المتضررين من كاترينا. وطبعا ان انا ساعدك في اعصار فده شيء اجتماعي او امر اجتماعي لا هو سياسي ولا عسكري. ده بالنسبة لي السؤال السابع في اختياري. ونيجي للسؤال العاشر، ماذا يحدث اذا؟ اول سؤال بيقول ماذا يحدث اذا اهتمت الدول النامية بالتعليم والتكنولوجيا؟ لو الدول النامية مؤمن اهتمت بالتعليم والتكنولوجيا سيؤدي ذلك ايه؟ ستصبح دول متقدمة. بس اشرح، معلش انا عايزك تجيب ال 40 درجه، اشرح ريحني. حيث ستصبح دول متقدمه بمصاف الدول التي تمت بالعلم والتكنولوجيا، وادي له مثال. انا عارف ان انت حافظ الحاجه دي، انا متاكد ان انت حافظ ان اليابان تقدم العلم والتكنولوجيا فيها ما كانش عند المواد الخام، كان عند مين؟ كان عند العلم والتكنولوجيا وكان عند مراكز البحوث. اكتب اللي انت عارفه، ما تكسلش في الاجابه، الله يكرمك. نيجي للسؤال الثاني، كانت الأقلية مركزة جغرافيا في مكان واحد بالدولة، والأقلية متركزة جغرافيا في مكان واحد، اللي هيحصل طبعا سوف تكون مثيرة للمشاكل السياسية لأن هم كلهم قعدوا مع بعض في حتة واحدة، بالذات لو الحتة دي على أطراف الدولة، كما ستكون طبعا مطالبتها بالانفصال خطر كبير جدا على الدولة، بالذات إذا كان هناك قوى مجاورة تشجع هذه الأقلية بالانفصال. طيب ماذا يحدث إذا لم يكن هناك تنوع موارد بالنسبة لدول التكتل؟ لو دول التكتل ما عندهمش تنوع في الموارد، ايه اللي هيحصل؟ طبعا فقدان التكتل الاقتصادي العامل الاساسي لقيامه الا وهو عامل التنوع، وبالتالي فشل التكتل اصلا وعدم استمراره. طيب بيقول لي اذكر ما هي اهم مجالات دراسه الجغرافيا بتاعه الانتخابات، يعني اهم مجالات دراسه جغرافيا الانتخابات ايه؟ اول حاجه طبعا توزيع الدوائر الانتخابيه، دراسه الاختلاف المكاني في التصويت، دراسه السلوك الانتخابي للناخبين، وتحليل الاثار الطبيعيه والبشريه والظروف الاقتصاديه على السلوك الانتخابي، اللي هو بمعنى اصح بنشوف الناخب دوت وقف في الطابور ليه، والناخب ده عمل غوغاء ليه او عمل اثاره للشغب ليه، بشوف الفرق ما بين السلوك هنا والسلوك هنا والكلام ده كله. ده كله من مجالات دراسه جغرافيه الانتخابات. نيجي ليه، ما هي اهم الحجج التي استندت اليها اسبانيا في فرض استقلال سبتة ومليلة؟ اسبانيا اتحججت بايه عشان ما تسيبش سبتة ومليلة؟ ماشي ما علينا. لم يتوقف المغرب عن مطالبه بالمدينتين زي ما احنا اتفقنا، ولكن اسبانيا قالت ايه عشان ما تسيبش المدينتين؟ اول حاجه التقادم ده فتره الاحتلال الاسباني، وان نسبه الاسبان تصل الى 70% من السكان، وانتوا جايين بعد ما نسبه الاسبان في المدينتين وصلت 70% تاخدوهم مني؟ ده انا محتلهم من الاف السنين، جايين تاخدوهم دلوقتي؟ لا فيش منه. تاني حاجه ان المدينتين غير مسجلتين ضمن الاراضي المستعمره لدى الامم المتحده. اساسا المدينتين اللي انت بتقول اللي انا واخدهم دول مش متسجلين ان هم مستعمرين، جاي تقول ان انا مستعمرهم؟ انت جاي تتبلى عليا، اتكل يا عم على الله. ودول كانوا الحجتين اللي قالتهم اسبانيا عشان ما تديش سبتة ومليلة للمغرب تاني. طيب نيجي للسؤال، ما مقترحاتك للقضاء على ظاهرة الهجرة غير شرعية؟ ازاي ممكن اقضي على ظاهرة الهجرة غير شرعية؟ السؤال ده مهم على فكرة، السؤال ده مهم، والسؤال دوت انا توقعي 2024 امتحان السنة دي بسبب كمية الهجرات اللي عمالة تحصل حوالينا. اعمل ايه بقى علشان اقضي على الظاهرة دي؟ اول حاجه التركيز على تدريب او التدريب على برامج الدراسيه لتحفيز الشباب على التعلق بالوطن وعدم التفريط فيه، وتوفير فرص عمل طبعا للشباب، ان انا يعني اعمل برامج تدريبيه ان انا احفز الروح الوطنيه عند الشباب وان انا اوفر لهم فرص عمل والكلام ده كله. وطبعا لو انا عملت الحاجتين دول ابدا اشرح بقى ايه اللي هيعود عليا. وخلي بالك الحته دي زياده مني، ولكن انا عايزك تحفظها عشان لو كتبتها والله لو السؤال ده ايه تاخد فيه درجه كامله، لان هو انت هتبان انك فاهم يا عم الدماغ باشا. ومن ثم سوف يؤدي القضاء على الهجره الغير شرعيه الى ايه بقى يا شباب؟ اول حاجه حمايه الدوله من دخول عناصر غير الايه غير المرغوب فيها، عدم الاختلال بالتوازن الجغرافي للدوله او التوازن الديموغرافي، الحفاظ على الايدي العامله المحليه، الحفاظ على الدوله من الاوباء والامراض. فانا ابدا افهمه ان انا فاهم، انا انصح منك، انا كاتب اجابه هي مش عندك اصلا في الايه. الله اكبر الله العظيم. نكمل تاني يا شباب بعد ما الاذان خلص. طبعا احنا كنا وقفنا عند الحته بتاعه
القضاء على ظاهره الهجره الغير شرعيه، واتفقنا طبعا ازاي ايه الاساليب اللي ممكن اقضي عليها، ولو قضيت عليها طبعا ده هيعود عليا بالاعصام. ده كان بالنسبه للامتحان بتاعنا التراكمي، او الامتحان التراكمي على الوحده الاولى والثانيه والثالثه. طبعا خدنا يعتبر سؤالين ثلاثه من كل وحده كده، وتذكرنا مع بعض الافكار وشفنا حل الاسئله بيبقى عامل ازاي والطريقه بتبقى عامله ازاي. الله يكرمك، حل اسئله كتيره جدا 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 جدا. الله يكرمك، ما تفرطش في 40 درجه، هم اسهل ما يكون حرفيا. باذن الله ربنا قدرني، والفتره اللي جايه انزل لكم حاجات من دي كتير، واقدر ان انا احل معاكم اكبر قدر من الاسئله باذن الله، واحل ان انا كمان معاكم جزء كبير من الامتحانات السابقه. احنا باذن الله من خلال المنصه طبعا هنحل كل الامتحانات السابقه، وهنحل كميات كبيره جدا جدا من الاسئله على المنهج، هنحل باذن الله الاف الاسئله وكتاب المرشد والكلام ده كله. فباذن الله نقدر ان احنا نفك اكبر قدر من الاستفاده، واستنونا في فيديوهات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن جيوغرافي. فاكرني خلصت؟ انا لسه ما خلصتش. الله يكرمك ذاكر، الله يكرمك ذاكر. يعني انا بترجاك، انا هو والله العظيم بقول لك بترجاك ذاكر. مفيش وقت، لا لا مفيش وقت، دي مش بتاعتي دي. لا في وقت بهزر معاك، والله في وقت تذاكر، مش مفيش وقت ان انت تقعد تستعبط. تمام، في وقت انك تذاكر. يعني انا دلوقتي هو عندي وقت اذاكر فيه، مش وقت بقى اللي هو انا رايح ساعتين، انا املي 10 ساعات في اليوم، انا املي 13 ساعه، مفيش معنى منه الكلام ده. في وقت للمذاكره، اعمل اللي عليك يا اخي. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. انت شغلك من دول ايه، او الفتره دي عملك هو مذاكرتك، فمش عايز منك اي حاجه تاني. حب المذاكره عشان بعد كده تعمل الحاجه اللي انت بتحبها. الله يكرمك وربنا يوفقكم جميعا، وباذن الله تجيبوا كل المجاميع اللي انتم بتتمنوها. بس اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. وكل اللي عليك ايه؟ انك تعمل اللي عليك. والله المره دي سلام بجد.